بحضراتك ولكم التحية. النهاردة هنتكلم عن موضوع مش أول مرة كان يتكلم عنه السيد الرئيس أمس، وإحنا الحقيقة النتائج ما أعتقدش هي دي اللي إحنا نفسنا نوصل لها كمجتمع. مشكلة الزيادة السكانية أو قضية الزيادة السكانية، لأنها بالفعل قضية، كلنا مسؤولين عنها. يعني الطبيعي إن إحنا نبقى كلنا مسؤولين عنها، كلنا كشعب، كلنا كحكومة، كلنا كمجتمع مدني. مين المعني بتوصيل رسالة للمجتمع بمخاطر الزيادة السكانية؟ أطراف كتيرة معني. أعتقد إحنا مش واصلين لنتائج هي دي اللي كنا بنستهدفها. محتاجين قفزات في هذا الملف علشان نلحق نفسنا زي ما قلنا قبل كده. مسؤولية والقضية كلنا مسؤولين عنها. هو المجتمع المدني دوره إيه وبيعمل إيه في مسألة الزيادة السكانية؟ الخطاب الديني سواء الإسلامي أو المسيحي بيعمل إيه وبيقدم إيه؟ هي الرسالة واصلة ولا مش واصلة؟ ولو الرسالة واصلة، فمع احترامي الأرقام بتقول غير كده. لو الرسالة مش واصلة، فهنا لازم نتوقف ولازم نقعد نتناقش هي ليه الرسالة مش واصلة. هل المشكلة في الخطاب ولا المشكلة في الناس اللي ما عندهاش استعداد تسمع الخطاب؟ لو ما كناش هنواجه نفسنا بمشاكلنا مش هنوصل لأي حلول ليها علاقة بأي مشكلة بتجمعنا كلنا، لأنه الغني بيعاني من الزيادة السكانية، الطبقة الوسطى بتعاني من الزيادة السكانية، أيضا أصحاب الدخول البسيطة بتعاني من الزيادة السكانية، وبالتالي هناك معاناة من للحكومة من الزيادة السكانية. لازم نواجه بعض، لازم نفتح حوار مجتمعي نعرف ليه الرسائل دي مش واصلة، ولو هي وصلت طب ليه النتائج غير كده؟ ده موضوع هنكلم حضراتكم فيه النهاردة إن شاء الله خلال حلقتنا. بس عايزة أبدأ مع أخبار في غاية الأهمية. النهاردة دكتور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال النهاردة الحقيقة قال إنه مصر سادس أكبر منتج وخامس أكبر مصدر لليوريا، وقال كمان إنه ارتفاع إنتاج مصر من الأسمدة وكيمة 2 ده أحدث المشروعات. تفاصيل كتيرة عايزين نعرفها عن اجتماع اليوم، أو بمعنى أدق عن الملتقى الدولي رقم 28 للأسمدة، من سيادة الوزير برحب بيه دكتور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال. مساء الخير يا فندم. أهلا وسهلا أستاذ، ازي حضرتك؟ أهلا بحضرتك، أهلا بيك فندم، أهلا بيك سيادة الوزير. قلنا سيادة الوزير النهاردة في الملتقى حضرتك كان ليك تصريحات في غاية الأهمية، مهمة قوي نعرف السادة المشاهدين على فيما يتعلق بالأسمدة وأيضا بكل ما تم طرحه النهاردة في الملتقى. تفضل. حاضر يا ستي. هو الأول الملتقى ده تاني سنة على التوالي. نعم. هو ملتقى عربي للدول العربية كلها منتجي الأسمدة. الدول العربية مجتمعة بتمثل 30% من حجم الإنتاج العالمي للأسمدة، هي يعني أحد القوى الكبيرة في العالم. مصر زي ما حضرتك قلتي هي نمرة 6 كسادس أكبر دولة منتجة للسماد الأمونيا يوريا وخامس أكبر مصدر. هي دولة مهمة، احنا تقريبا بنصدر نص انتاجنا وبنتقى الانتاجية بتاعتنا حوالي 8 مليون طن في السنة. عندنا مشروعات النهاردة، يعني انا يمكن في من 40 سنة بالضبط 39 سنة اخدت كورس في الهيدروكاربونز وفي الوابك اللي هي أوبك العربية، يعني الصناعة حوالين الصناعات البتروكيماويات والغاز والبترول والأسمدة. تقريبا 35 سنة اللي أخدته ما تغيرش. نعم. إنما الخمس سنين اللي فاتوا حصل
تغيرات يعني هيكلية في صناعة الأسمدة خلتنا بنخلينا نراجع الموقف. نعم. أولا عملية التلوث البيئي والتغير المناخي، وبالتالي ضرورة التحول إلى صناعة خضراء. نعم. وبالتالي دخلنا في يعني تكملة الصناعة بالطاقة الجديدة والمتجددة. الاثنين دولت النهاردة بالإضافة طبعا إلى الكوفيد 19 السنة وسنتين اللي فات. نعم. اللي بقينا نعاني من سلاسل الإمداد. واحنا عارفين انه الأمونيا يوريا دي بتتعمل لحد النهاردة من الغاز الطبيعي، وربع الغاز الطبيعي في العالم بيتنقل بسفن وفي ضوء الاضطرابات في سلاسل الإمداد والشحن، سعر الغاز الطبيعي اللي هو المسال نط إلى أرقام تخلي الصناعة تقفل. يعني كثير من الشركات بره بتعتمد على في اللقيم بتاعه على سال مغاز، النهارده قفلت. وسعر كانت الوضع العالمي كمان على $7 للمليون وحده حراريه بريطانيه بقت 30. فالنهارده الاضطراب في الصناعه بيخلي الاجتماع بالخبراء على مجال العالم والتشاور مهم جدا جدا. بكره في جلسه على الهيدروجين الاخضر، الهيدروجين الاخضر والامونيا الخضراء. انا دعيت زملائي الوزراء، وزراء الدول ووزراء عايزين نوضح بس للمشاهد معالي الوزير، الاسمده النيتروجينيه دي عباره عن ايه والاخضر؟ يعني مهم ان هو يبقى فاهم هذه المصطلحات. مبدئيا هي غاز وبيطلع منه النشادر اللي هي الامونيا. نعم. والامونيا بيضاف يعني بيحصل لها عمليه تحويليه عشان تطلع اليوريا. الامونيا ليها استخدامات كثيره جدا صناعيه واستخدامات للاسمده. فالاسمده النهارده بنقول ان سماد اليوريا ده يمكن اهالينا في الريف عارفينه. ده السماد الرئيسي في مصر وفي كثير من دول العالم يعني. فده معمول اساسا من الغاز. بعد كده في حاجه اسمها نترات النشادر. نعم. دي بتتعمل في العاده مش من الغاز وانما من التحليل الكهربائي. عشان نطلع نترات النشادر دي برضو بتستخدم في مصر، بنستخدم تقريبا 4 مليون طن يوريا، وبتستخدم نترات نشادر حوالي مليون طن. ده استهلاكنا كله في مصر. فالفلاح هيبقى عارف اللي انا بقوله ده، والمشاهد اهو ادي عارف بالظبط بتكلم على انه ان احنا بنحول الغاز الى منتج عالي القيمه. أيوه. بعض بيخش في السماد. ايوه. وبعضه بيخش في صناعه المتفجرات. يعني القيمه المضافه دي اقصد مردودها افضل. طبعا بمراحل هو يعني بيبقى افضل كتير ان احنا نحول الغاز بتاعنا الى منتجات يا اما بتروكيماويات يا اما اسمده. فالنهارده الاجتماع مهم جدا زي ما قلت لحضرتك، في جلسه نقاش حواريه بكره فيها خبراء من العالم. انا شخصيا هروح احضره لان عايز اتعلم اكثر ونتشاور في المستقبل ونشوف الخبراء العالميين بيقولوا ايه ونناقشهم. حاجة مهمة جدا يعني أعتقد أن ده مهم في ظل ما يحدث من مستجدات لحظة بلحظة الآن في العالم. أنه قدام يا فندم إحنا قريبا جدا هيبقى اللي إحنا بنصدره النهاردة هيبقى نجد صعوبة كبيرة في تصديره. وبتكلم قدام، أنا بتكلم كمان 3 سنين يعني. مش كمان 20 سنة. فلابد نحن نعد نفسنا. إحنا في الشركة القابضة للصناعات الكيماويه اللي هي عندها مصانع الاسمده، عندنا مشروعين للامونيا الخضراء باذن الله. بنبحث النهارده تطويرهم مع الحكومه، مع وزاره الكهرباء، علشان نقدر ناخد تراخيص ونكون يعني في مقدمه الشركات المصريه باذن الله اللي تنفذ هذه المشروعات. نعم نعم. حضرتك قلت جمله في غايه الاهميه سياده الوزير،
قلت الحاجة اللي كنا بنعرف نتعامل معها من 3 سنين أو النهاردة مش هينفع نتعامل معها كمان 3 سنين. ده بيرجع أنا قلت لحضرتك أنا 35 سنة عايش على اللي درسته سنة 83، النهاردة لا الدنيا اتغيرت والمتغيرات بقت سريعة جدا والصحة نفسها بتتغير. ألو أي فن فبقول لحضرتك اللي عشنا عليه 35 سنة اتغير آخر 5-6 سنين. نعم. وإذا ما تحركناش يبقى احنا بنتراجع في الصناعة احنا يعني الكبار فيها. نعم. طيب سيد الوزير، أيضا حضرتك النهاردة قلت أنه اجتمعنا مع 3 شركات صينية للتفاوض بشأن السيارة الكهربائية. لا أنا ما قلتش كده النهاردة، بس قلتها قبل كده، إنما احنا فعلا الحمد لله في طريقنا الى توقيع مذكره تفاهم، مش هنعلن عنها لانها الشركه اللي احنا بنوقع معاها شركه صينيه مقيده في البورصه الصينيه، وقواعدهم بتقول ان هم ما يعلنوش عن حاجه الا بعد توقيع العقود مش مذكره التفاهم. انما عايز يعني اقول ان احنا الحمد لله بنتفاوض على اخر مرحله خالص، انما كافه الأمور الفنية والمالية اتكلمنا فيها، فبإذن الله يعني خير بإذن الله، ونقدر ان احنا نعلن قريبا جدا للناس الخطة بتاعتنا كاملة بما فيها تجهيز المصانع، بما فيها التحقيقات بالنسبة للبيع، تقديم البيع، خدمات البيع وما بعد البيع، الصيانة مع شريك من القطاع الخاص، كل ده بإذن الله هنعلن عنه في موعد. طيب سيد الوزير، هرجع تاني لملف الأسمدة، وسؤالي لحضرتك هنا التطور السريع، الأحداث السريعة اللي بتحصل على مستوى العالم، هل في هذا القطاع هناك قلق؟ لا هناك اضطراب، بس يعني احنا كنا شهدنا طفرة لم نشهدها من عام 2008 في الأسعار العالمية، ده كويس طبعا لشركاتنا يعني، إنما التذبذب الكبير في مدى قصير ده مش كويس بصفة عامة للأسواق العالمية وللطلب العالمي. شهدنا سواء يعني للي بيستورد أو اللي بيصدر، يعني ممكن تكسبي شهر شهرين 3-4-5، بس المستورد الناحية الثانية والمستخدم النهائي في الأسواق التانية أنت يهمك إن هو ما يتأذيش، وهو بيتأذي لما سعر المنتج بتاعك بيعلى يعني بيقل. اللي حصل إنه الأسعار اليوريا طلعت لامست ال 900 دولار للطن في سنة 21، وقعدت تنخفض كسرت ال 600 دولار، وفي حرب يعني الروسية الأوكرانية رجعت تاني طلعت بحوالي 150 دولار. حوالي 150 دولار يعني. الحمد لله بقت فوق ال 750، قربت من 800 دولار. التذبذب في سعر اليوريا وفي سلسله الامدادات كلها ده بالتاكيد مش كويس للسوق ككليه. ايه تاني ممكن نتيجه ما يحدث في العالم دلوقتي سيادة الوزير، سواء من وارداتنا او صادراتنا، ممكن يتاثر؟ انا هنا بتكلم بشكل يعني العالم كله هيتاثر مش احنا بس. لا الحقيقه افضل يعني ما اتكلم، يعني احنا لسه في بدايه الازمه، وانا شخصيا يعني وجهه نظري ان هو في بس قد اكون مخطئ، انما على الاقل تحليل الموقف انه الامر مش هيتطور عن المنطقه اللي احنا وصلنا لها، وانه لابد يحدث يعني تسويه مقبوله علشان ترجع الامور تهدى ثاني. الكل متضرر، مش الروس والاوكران بس، الكل متضرر، الاسواق العالميه، التضخم، كل ما انا بتكلم على الاسعار العالميه اقصد يا سيدي. لهذا العرض ده وجهه نظري، ومتهيألي ان هو ده اللي هيحصل. تمام، بشكرك فندم، شكرا جزيلا دكتور هشام توفيق وزير قطاع الاعمال العام. قلت لحضراتكم كنا بنتكلم على المشكله السكانيه
وقلت لحضراتكم إنها قضية بتمسنا كلنا، وكلنا مسؤولين عنها، سواء إحنا بنتكلم مسؤولين كأفراد أو بنتكلم كجهات. جهات هنا أقصد لو بنتكلم على مجتمع مدني، بنتكلم على التعامل، الناس اللي بتوصل الرسالة للمجتمع بقسوة وأضرار الزيادة السكانية. إحنا بعتقد أن إحنا محتاجين يبقى في قطاع كبير من المجتمع بكل أشكاله بكل مفاهيمه، ونتكلم على هو المجتمع مش مقتنع بفكرة إنه الزيادة السكانية خطر ولا مش خطر، ولا في مشكلة في الناس اللي بتتعامل مع المجتمع ده إنها مش عارفة توصل له الرسالة. من أعتقد إن الموضوع ملهوش تالت، يعني القضية فيها طرفين، في حد إحنا بنكلمه، مواطن إحنا بنكلمه، إحنا دي اللي هو ممكن يكون إعلام، ممكن يكون مجتمع مدني، ممكن تكون مؤسسات دينية، ممكن ممكن ممكن. فيا إما الرسالة مش واصلة، الناس مش عارفة توصل، يا إما المجتمع مش مقتنع. ونتيجة الحاجتين دول أو الاحتمالين دول، فبالتالي إحنا مش محققين نتائج مرضية، أو على الأقل مش عارفين إيه، يعني بلاش أقول نتائج إيجابية، على الأقل ما يبقاش فيه نتائج سلبية، على الأقل يبقى فيه وقفة شوية. ده مش موجود، مش موجود ليه؟ خلينا نعمل حوار مجتمعي ونتناقش مع بعض. وخليني في البداية أرحب بدكتورة نهى طلعت عبد القوي، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان. دكتورة نهى مساء الخير يا فندم. مساء النور يا فندم. أهلا بحضرتك. هو أنا بس بتمنى كالعادة كل يوم إن الصوت يعلى، يعني ما رضيتش اقول ده مع سيادة الوزير علشان قلت يمكن هو بالفعل يعلق. دكتورة نهى، مبدئيا انت مقتنعة بكلامي انه في مشكلة همزة الوصل مش واصلة ما بين الاطراف المعنية انها توصل رسالة للمجتمع وما بين المجتمع؟ هل في مشكلة معترفة بمشكلة ولا لا الاول؟ هو بدايه يعني احنا مش عايزين، انا ما كنتش حابه ان انا اصدر في بدايه كلامي المشكله، بس طبعا زي ما حضرتك بتقولي طبعا هي في مشكله في التواصل وفي مشكله احنا لو في حطينا ايدنا على المشكله نعرف نحل ده اكيد طبعا. بس نعم. يعني انا شايفه حتى ان في اتجاه من الدوله بجميع مؤسساتها وطبعا بتوجيهات من سياده الرئيس ان هو طول الوقت بيتكلم عن التكامل وعن الشراكات ما بين الأطراف المختلفة. نعم نعم. ويمكن حتى هو في يعني سياته لما أعلن 2022 عن المجتمع المدني. أنا هنا بتناقش على 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 أرض الواقع دكتورة نهى. على أرض الواقع ده بيتم في نطاقات معينة موجود، وفي نطاقات أخرى لا مش موجود، مش بيحصل. يعني وده بنشوفه إن هو بيبقى بمعنى إنه أنا هتكلم عن تجربة خاصة مثلا بجمعية أنا انضميت ليها يمكن من وأنا لسه طالبة في الجامعة، وهي الجمعية المصرية لتنظيم الأسرة، وهي ليها تجربة رائدة فيما يخص المسألة المشكلة السكانية، وبتشتغل في مصر يمكن من أكثر من 60 سنة. الجمعية متواجدة في محافظات تقريبا أكثر من 21 محافظة. الأداء نفسه المرتبط على الأرض بيختلف على حسب تشبيك الجهات الأخرى معانا. يعني أنا النهاردة ممكن أبقى موجودة في محافظة معينة، موجودة عندي الحكومة بتدعمني، عندي جهات أخرى بتدعمني، عندي قطاع خاص ممكن يدعمني، لأنه نشاط تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية هو النشاط بالنسبة للمجتمع المدني هو مش جذاب أبدا للتبرعات والدعم المادي. وبالتالي الجمعية بتبقى نفسها أو المجتمع المدني يبقى نفسه أن يبقى فيه أطراف داعمة لي في الرسالة دي بالذات، لأنه إحنا بتبقى مهمتنا صعبة شوية، لأنه هو مش نشاط خيري في المقام الأول، هو نشاط تنموي. فبالتالي الداعمين لي من المواطنين ومن الافراد بيكون عددهم قليل شويه، وهم الناس اللي بتكون مقتنعه بالقضيه وبخطوره القضيه. يبقى عندنا مشكله، عندنا بالضبط. مشكله انه الناس اللي بتيجي تسمعكوا مش الكم اللي احنا بنستهدفه، بتسمعنا وبتدعم نشاطاتنا، لان حضرتك زي ما حضرتك عارفه ان المجتمع المدني عشان يوصل رسالته، وعشان انا النهارده ابقى عندي كمجتمع مدني قوي وبنزل اعمل فروع وعيادات لتقديم خدمات طبيه عشان اساعد الدوله في اللي هي بتقدمه، انا النهارده لو هفترض هذه حاله مثالي يوضح كلامي، لو انا عندي
جمعية أهلية بتشتغل على مثلا علاج قلب الأطفال. أنا هكون نشاط جذاب جدا للمواطنين والمتطوعين إن هم يساعدوني ماديا ومعنويا ولوجستيا وكل حاجة. أنا النهاردة لو أنا نفس الجمعية دي بشتغل في ملف تمثيل الأسرة بيكون الدعم مش هو نفس الدعم، لأنه الناس لسه ما زالت مش حاسة بخطورة القضية. احنا بنتكلم عنها عن قضية تنظيم الأسرة، الناس بتبص لها بشكل شوية فرعي أو ثانوي. ليه؟ لأنه في بعض القطاعات المجتمع والحكومة ومقتنعة بخطورة القضية. طيب ودايما بتحاول تسوق لها. دكتورة نهى، لو احنا عاملين حوار مجتمعي دلوقتي وانا بسأل حضرتك المشكلة فين، قلتي لي انه في مشكلة، وحضرتك قلتي اللي انا فهمته ان المشكلة في المجتمع انه مش عايز يسمع مش عايز يهتم، مش كده؟ مش هي مش عايز يسمع، هو يمكن مش واصل له خطورة الموضوع، وهو ده يمكن دور مش يعني مش انا بقول دور. تمام، خلينا نتناقش. مش واصل له خطورة الموضوع، يبقى بالزبط. المشكلة في اداة التوصيل بالظبط، مش كده؟ مش انتوا طرف من الاطراف كمجتمع مدني، المجلس القومي للمرأة، المجلس القومي لحقوق الانسان، المجلس القومي لاسباب كتير 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 او مسميات كتير كتير، مش تعتبروا او تفكروا انه ليه الناس مش مقتنعة، مش عايزة تقتنع، انه الاداء مش جايب نتائج كويسة او مرجوة؟ ما هو اللي حضرتك بقى يعني بنتكلم فيه انه لازم هنا بقى التكاتف ما بين كل منظمات المجتمع المدني باختلاف تواجدها بمفهومه الواسع، المجتمع المدني بمفهومه الواسع مع الحكومه مع القطاع الخاص، لانه رساله زي دي احنا مش بنخاطب بيها شرايح معينه، انا بخاطب بيها تقريبا هي مشكله سكانيه. احنا امبارح حتى في المشروع قومي تنميه الاسره احنا بنتكلم ان احنا بنستهدف الذكور والاناث، بنستهدف فئة الشباب، بنستهدف حتى فئة لسه اللي هم تحت سن الزواج لأن هم دول الآباء والأمهات المستقبليين، بنستهدف في الجديد الجد والجدة لأن هم مش معنى إن هم طلعوا من العمر الإنجابي إن هم ما بقوش طرف، لأن هم ساعات بيمارسوا ضغط على الأبناء اللي هو لازم تجيب أولاد أكتر، لازم تخلف لحد ما تجيب الولد، فبالتالي إحنا الجمهور المستهدف بتاعنا ما بقاش مقسم إلى شرائح زي زمان، إحنا اكتشفنا إن القضية دي تقريباً كل مواطن مصري هو طرف فيها بشكل ما، وبالتالي انا عشان ارسخ ثقافه زي دي لازم ما يبقاش الموضوع لازم على اولويه اجندات كل الهيئات والمؤسسات. مشكله السكانيه انه انا بتكلم في انه ما فكرتوش الناس مش مستجيبه قوي لكلامكم ليه، وتحطوا كذا خط تحت عدم الاقبال على حضور الناس في المؤتمرات او في طرق الابواب او الى اخره. انا بتكلم هنا كمجتمع مدني دكتوره نهى، وبالتالي المجتمع المدني بيحاول نغير الاليه يا فندم. يعني هي يعني هو بيغير الاليه، بس انا عايز اقول لك برضو احنا دلوقتي المجتمع المدني نفسه في معالجته للقضايا المختلفه ومن ضمنها القضيه السكانيه، هنعترف ان انا عندي قطاع من المجتمع المدني مؤهل ان هو يقوم بالدور ده وبيقوم بيه بالدور المظبوط اللي بيديه نتائج. انا اقدر اتكلم عن انجازات قامت بيها بعض الهيئات في المجتمع المدني، وفي مجتمع مدني اخر هو نفسه محتاج التدريب والتاهيل عشان يبقى قادر على مناقشه قضيه زي دي، لانه انا النهارده عايز اربط قضيه زي دي بكل مؤسسات المجتمع المدني. دي تفاصيلكم انتوا كمجتمع مدني، انا في النهايه كمواطن بسمي المجتمع المدني مجتمع مدني كله، يعني انا مش فاهمه التفاصيل دي، فاهمه اقصد ايه؟ انا طبعا حضرتك عايزه الناتج، انا فاهمه الرساله والنتائج. ما هو يا فندم انا هرجع تاني واقول لحضرتك ان هي القضيه السكانيه اهتمام المجتمع المدني بيها هو بالظبط هو بيمثل اهتمام الدوله ككل، الدوله المصريه نفسها في اوقات كان من قديم الازل بيعلى نبره الصوت في مناقشه القضيه السكانيه والتنبيه لخطرها، وفي اوقات ثانيه كانت بتتراجع من على الاجنده وما تكونش اولويه حسب الموسم فاحنا كمجتمع احنا جزء من المجتمع ككل، وقت ما بيكون الموضوع ده فعلا بيشكل انه جزء مهم على اجنده الدوله المصريه احنا طبيعي ان احنا بننضم لده وبنعمل دورنا المنوط بينا كاحد اضلاع المثلث بتاع التنميه. نعم نعم. فاللي موجود دلوقتي اللي ممكن يبشر ان شاء الله تبقى المرحله الجايه مختلفه. انا برضو عايزه اوضح انه يمكن احنا بنشوف حتى التحسن في المؤشرات، احنا انخفضنا من 6.7 ل 2.9 وكنا اقل من 2.9، يعني كنا وصلنا
في فتره يعني ما قبل 2013 و2012 كنا نزلنا على الرقم ده، وحصل تراجع لاسباب يعني احنا كلنا عارفينها، تراجع ان المعدل زاد شويه. فاحنا نعم. عندنا فرصه، عندنا فرصه ونقدر نعمل ده. اللي بيحصل دلوقتي مشجع جدا، لانه المشروع اللي تم اطلاقه بالامس هو حاطط دور واضح لكل اطراف المجتمع، سواء حكومه، سواء جمعيات اهليه ومنظمات مجتمع مدني. التعليم هيبقى داخل، الاعلام ليه دور كبير جدا جدا جدا. نعم. لانه حضرتك احنا نتفق برضه تاني ان هو الموضوع كان موسمي، وحتى ده ممكن نرصده في الرسالات الاعلاميه. احنا ممكن نكون النهارده كلنا بننبه حضراتكم، بتنبهوا لخطر الزياده السكانيه، بس هل هيستمر الاهتمام بنفس المستوى؟ يعني لو استمر يبقى انا اقدر اضمن لحضرتك انه ان شاء الله المجتمع المدني كمان هيستمر، لانه في الاول وفي الاخر حتى الاعلام واللي بينادي بيه ده بيحرك كل القطاعات، فانه الاهتمام يستمر ويفضل واصل للقمه زي ما حاصل دلوقتي ان شاء الله، ده ممكن يضمن انه الموضوع يبقى له حلول طويله الامد. وزي ما كان الرئيس قال امبارح، احنا ما بقاش عندنا رفاهيه الاختيار بسبب وجود يعني عوامل كتير جدا جدا، من ضمنها احنا بنتكلم النهارده في الامن المائي المصري، بنتكلم في الامن الغذائي. فبالتالي الموضوع احنا بقى علينا كشعب مسؤوليه، وبقى علينا يعني ضغوط اكبر انه لازم الموضوع ده يتحط على راس اولوياتنا. وانا شايفه ان هي هتبقى في الاول وفي الاخر مساله وعي. يعني انا النهارده استهداف القاعده الشبابيه العريضه اللي موجوده في الهرم السكاني المصري دي اول واهم حاجه، لانه دول اللي هم بعد سنه واثنين وثلاثه، انا لما اقول لحضرتك ان احنا كل سنه عندنا 900,000 عقد زواج جديد، هم 900,000 دول، يبقى في نتائج واضحه بالزبط. ويبقى في شغل بالزبط. مكثف على القضيه دي، لانه احنا ما عندناش. يعني انا فهمت كلمة رئيس السيسي بأن احنا ما عندناش رفاهية الوقت، فاحنا محتاجين قفزات. يعني ما فيش فكرة انه لا، ده لازم يبقى مشروع قومي الكل بيشتغل عليه. فاتمنى انه المجتمع المدني يبدأ زي ما بنقول كده، ياخد خطوات جادة تخليني انا أبدأ اقول النتائج. واخد بال حضرتك ازاي؟ لانه في النهايه الارقام هي اللي بتتكلم والنتائج هي اللي بتتكلم. بشكرك دكتوره نهى، بشكرك فندم، شكرا جزيلا. المجتمع اللي رافض مش عايز يسمع، او بيسمع من هنا وبيطلع من هنا، مش حاسس، مش مقدر اهميه الازمه او المشكله انها تنعكس عليه بشكل مباشر، ولا المشكله في أدوات التوصيل، أو في لغة حوار مفقودة، في خطاب ممكن يبقى طارد مش جاذب. لازم نحط إيدينا على حاجات كتيرة قوي مهمة لو إحنا عايزين بالفعل نتبنى القضية بشكل قوي وبشكل حقق نتائج ويبقى بالفعل حوار مجتمعي. خليني أرحب بدكتور سعيد صادق، أستاذ علم الاجتماع السياسي. مساء الخير يا فندم. أهلا وسهلا. اهلا دكتور سعيد، اهلا بحضرتك فندم. دكتور سعيد، حضرتك شايف انه مفيش نتيجه انه جهات كتيره بتقول لك انا بشتغل وبتكلم في مساله اضرار او مشكله او قضيه الزياده السكانيه، لكن الحقيقه انا بيهمني النتائج وبيهمني الارقام. النتائج مش في صالحنا، ولا الارقام في صالح إيجابية الموقف؟ لا طبعا الأرقام مش في صالحنا. أولا مصر الفرعونية كان عدد السكان من أرجوكوا علوا الصوت، من 1.5 مليون لأربعة مليون. ولما إجا نابليون بونابرت في أوائل القرن ال 19 كان العدد السكان 4 مليون، وبعد كده هو ابتدت الأرقام تتضاعف بالطريق بصورة يعني رهيبة. في الثلاثينات حذر علماء الاجتماع ان التجاري السكاني لا يتماشى مع المصادر الطبيعيه لمصر. في الثلاثينات؟ ايوه، وكان في تحذيرات كثيره من علماء الاجتماع وذكروا ان احنا عايشين على 6-7% من مساحه مصر. الامكانيات المياه قليله، المصادر قليله، فلازم الايجاب اللي هو مش طبيعي. لما بتخلفي 2.5 مليون نسمه
في مثلا بلد زي لبنان 6 مليون بيعملهم في بتعملهم 3 سنين، بلد زي تونس 11 مليون بعملهم في 4-5 سنين. لا فندم، احنا بنزيد مليون فرد في 232 يوم. طيب اهو اللي انا ما عنديش مصادر طبيعيه، هي الزياده اغلبها في الطبقات الفقيره، يعني الطبقه العليا والمتوسطه ابتدت تدرك الرساله بتوجهيها ان ده خطا وان ده هيعمل مشاكل، ولانهم بيحاولوا الحفاظ على مستوى المعيشه. الطبقات الدنيا وكمان بعض الاشخاص اللي ما عندهمش الثقافه العلميه في الموضوع دوت، يقول لك العيل هيجي بس تلاقي واحده طالعه في التلفزيون تقول لك انا عندي 7 عيال اكلهم منين يا حكومه؟ طب ايه الحكومه هي اللي خلفت السبعه؟ ما هي اللي مسؤوله عنهم. ما حدش بيحسب ازاي لما اخلف هربيهم ازاي؟ هل عندي فلوس التعليم؟ المستشفيات؟ الرعايه؟ الزحمه الرهيبه اللي انت شايفاها في مصر بتؤدي كمان للانفجار السكاني الى تدهور جميع الخدمات اللي عندك، الخدمات الصحيه، الخدمات التعليميه، المرور، الزحمه في كل مكان، كل مشاكل مصر جايه منها التطرف، الجريمه، الانفجار السكاني. لازم تبص على هذا الموضوع، هو ده المأساه. ما اقدرش ادرس فصل في 70 80 طفل وبعدين متوقع ان انا هعمل النتاج اللي انا بلاقيه في بلد بتدرس فصل مثلا 10 ولا 8. نعم. لا يمكن. فطبعا الكارثه ديت محتاجه القوانين حاسمه. القوانين دي ايه؟ اولا مش كفايه ان وزاره السكان تقول ان طفلين لكل اسره، لا، لازم في اجراءات رفع الدعم، المنع مثلا من الترقيات، يبقى في عقاب، زودي ضرائب عليهم. او انت عايز تخلف وبعدين تقعد تقوم في الشوارع ويبقى مجرم ويبقى ارهابي، وبعدين يقول لك الحكومه ليه ما بتقتلش 7 عيال بتوعي؟ ما هو مش ممكن. لازم انت القوانين محتاجه تتطبق، قوانين عنيفه. الصين عملت قوانين والناس قعدوا يمتحوها، لكن عارفين انها يمكن كانت تعرف بعض البلاد بالثقافات، لان لسه ناس معتقده ان انا لما اخلف كتير بلا حدود ان دي حاجه دينيه. ما هوش واجب ديني ان اخلف 7 عيال ومش عارف اكلهم ولا اشربهم ولا اعلمهم، لا، ليس واجب ديني. في خطاب ديني كويس موجود في الازهر، لكن في ناس بيدوا خطابات ثانيه في الريف عكس هذا الخطاب، وده اللي بيسمعوه. يعني الناس دي بتطلع هذه الخطابات المناهضه، بيسمعوها الناس هناك اكثر من الخطاب العقلاني والخطاب والاعلام المستنير. هو لسه بيسمع الخطاب خلف 7 و8 و10 وهكذا. فانت عايزه اجراءات قانونيه. لو عندي مثلا 30% من الشعب المصري اميه، طب انا امنعها ازاي؟ بالذات يجوزوا بناتهم الاميين. لو انت اصريتي ان ممنوع عقد جواز متطلباته ان يبقى عندك شهاده نحو اميه، على الاقل المتعلم هيبقى عنده نوع من الفرمانه شويه في موضوع الانجاب لما يعرف. ده مثلا ده من ضمن الاقتراحات انه طبعا. القانون هو اللي هيظبط الموضوع، انما هتفضلي تعتقد الناس هيبقى عندها وعي. قالوا في ناس ما بيسالوش، حتى بيبقى فقر رهيب ولسه بيخلف الطفل الرابع والخامس ولسه بيفكر عايز كمان، وبعدين يقول لك ربنا يرزقهم. ربنا مش هيرزقهم، انت ما انتش عارف تجيبهم فلوس ولا عارف تعلمهم ولا عارف تعمل حاجه، وبعدين فاكر الدوله يلا يا دوله علمي لي ولادي. هل ناخد من نماذج مثلا، بدردش مع حضرتك دكتور سعيد ومستفيد بعلمك، يعني هل تاخد بعض نماذج لبعض الدول عملت ايه؟ لما حضرتك طرحت دلوقتي فكره مثلا انه لازم يبقى معاه شهاده محو اميه مثلا، يعني علشان يعرف يعني ايه انه لما هيخلف 3-4 هو نفسه مش هيقدر يصرف عليهم. يعني في اسكندنافيا عندهم الظاهره دي اي حزبان، ودي بلاد متقدمه، فاثروا بعد كده يعمل عقد جواز شهاده التعليم عشان الانجاب والتربيه. عايز يفهم، مش حد جاهل، مش هجيب جاهل يخلف يتجوز جاهله ويخلف بعدين تستعجب ليه المجتمع. على فكره تكلفه فاتوره الجوازه دي الكل بيتحملها مش هو بس. لا ما هو الكارثه طبعا هيرموهم لك في الشارع، ويجي بقى متسول، يجي لك حرامي، يجي لك واحد حائد على المجتمع، ارهاب، سمع بظالم، او بيقول مش عارف اكل عيالي يا جماعه ساعدوني. بالظبط. احنا بندفع ثمن الموضوع دوت زي ما انت شايفه، حتى
لو تفتكروا ايام كورونا حصل عنف في المنازل، ليه؟ لان البيوت ضيقه، في البيت مثلا فقط او ثلاثه اشخاص، لا في سبعه. كان الراجل يشتغل يروح بعد كده بالليل في القهوه ويرجع بالليل يكون الاولاد ناموا والامهم نامت فيقعد في هدوء. لما قعدوا بقى في البيت اكتشف الكارثه اللي هو عاملها، بيت ضيق هو بيخلف ناس كتيره ومش عارف يربي ده كله، فبقى خايف طول الوقت ومعارك بيت مع الجميع. الاطفال طالعين قاعدين، ليه اصدقائنا في المدارس عندهم موبايلات وعندهم مش عارف ايه وبيفتحوا فين، واحنا غلابه احنا عندنا عيال كتير واحنا ابونا عقار بيعمل كده. الاب اللي بيخلف ومعهوش فلوس يعلم ولاده ولا يعلم ولا يرعى ولا يحافظ عليهم، ده مجرم. انا بصنفه مجرم، انا ما بصنفوش اب، انا بصنفه مجرم، مجرم في حق امه، مجرم في حق بلده، مجرم في حق المجتمع. وبعد في كده في دول صنفت الناس دي كده بانها مجرمين؟ مش بتصنف، هي مش ما هو مش تصنيف اجرامي بمعنى انه خاطئ. نعم 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 نعم. من ناحيه سياسي، من ناحيه اجتماعيه، انت بتعملي حاجه اجتماعيه بتعملي كارثه. يعني لما مثلا اهمل في صحتي انا مجرم في حق نفسي ومجرم في المجتمع. لما اموت اهلي هيعملوا ايه؟ وولادي هيعملوا ايه؟ وماضي هتعمل ايه؟ فطبعا ده اعتبروا هذه القضيه زي قضيه الارهاب بالظبط. بس دي بقى ايه؟ منسحبه، الناس بتعتقد حاجه بسيطه، وايه يعني الناس ما خلفتش ست سبع عيال ومتعصبه فيهم ومش مشكله. وبعد طيب كده دي مشكله مين في درجه الوعي؟ خلينا لو بنتكلم في حوار مفتوح. لما يبقى صاحب الولاد الكتير مش معني بان هو سبب في مشكله حتى لنفسه شخصيا. القانون بقى يوعيه، القانون يوعيه. لما يبقى المجتمع متخلف، لما يقول لك انا فتان البنات، مين اللي هيوعي وعي وقلنا هنا قانون اللي ما اقدرش اعمله بالتوعيه والتعليم هوعيه بالقانون. قانون القانون اللي يطبق منظره تطبق. طب في تقدير حضرتك لو بتتسأل نحط بند ايه في القانون من وجهة نظرك كأستاذ علم اجتماع تقول نعمل ايه؟ قانون واحد اقود الجواز ما الا مع المتعلمين، كأمي اعمل شهادة محو امية والزوج اذا هنعمل عمل شهادة محو الامية وراح خلف كتير. لا مش هي دي الحل. بعد الصفر كيلو من الموضوع الحاجات اللي هي الدعم الاقتصادي بالجميع مع الدعم، وحطينا عليه ضرايب، هذا عليهم مش هتعامل مع ده. هم تقريبا الناس دي ما يعني ما عندهاش وظيفه، انت بتتكلم في ناس ما عندهاش وظيفه بشكل واضح يعني. والله بقى في اعنف، لكن هي عايزه طبعا قضيه وتنفذها تعقيم. عايزه ايه يا فندم؟ تعقيم منعهم يا خبر ابيض. ايوه هعمل عفيفه، ما هو انت بيعاملك بعنف، هي دي اللغه اللي حيطلع. بس دي لغه قاسيه شويه يعني، هتطلع عليك اصوات كتيره تغلطك يعني. اتنيعنا وطيرنا نتيجه. طب ما احنا عاملين خطاب من الستينات هتعمل قومي للسكان وتعمل مؤتمرات وتعمل ندوات والشيوخ قالوا الكلام والعلم الكلام، نتيجه ايه؟ اذا الصين عملتها، عملت يا ابني سنة 350 و400 مليون، كان ممكن ما كانتش الصين لو هي ما عملتش ان طفل واحد في العيله واللي يتحاسبوا. ما عملناش كده. لكن انا مش بقول لك انا اعمل حاجه كده. تمام. بشكرك يا دكتور سعيد، بشكرك فندم دكتور سعيد صادق. يقال انه في دراسه معموله من قبل مجلس الشيوخ للمشاكل دي، المشكله السكانيه، و يمكن يبقى في طرح باسباب للحل او ضمان نتائج ايجابيه. خليني ارحب بدكتور محيي حافظ عضو لجنه الصحه بمجلس الشيوخ. دكتور محيي مساء الخير فن. الو
دكتور محي مساء الخير. الو مساء الخير. اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا بيك يا استاذ عزة، انا بس سامعك بالعافيه الحقيقه، معلش اتفضلي. كويس، في حد اشتكى غيري اهو، مش انا بس اللي كل يوم بشتكي. دي شكوى يوميه دكتور محي. طيب. معلش انا متاسف. دكتور محي هل في دراسة للجنة الصحة في مجلس الشيوخ لدراسة الواقع المؤلم الخاص بالقضية السكانية وطرق حل أو طرق علاج؟ حضرتك بتقولي هل في دراسة متعلقة بموضوع الزيادة السكانية والسيطرة عليها، ولا حضرتك بتقولي في دراسة لإيه؟ أيوه بالفعل قلت كده. تمام. طبعا اولا طبعا يعني بشكر حضرتك على المداخله الاستضافه، اتمنى يكون صوتي واضح. لكن انا يمكن سمع بالعافيه، لكن ماشي الحال. طبعا يعني احيلت للجنه الصحه في مجلس الشيوخ الحقيقه مقترح بدراسه بشان موضوع الزياده السكانيه، وشكل المجلس الحقيقه لجنه من لجنه الصحه ومكتب لجنه حقوق الانسان. نعم. الحال اللجنة المشتركة مشكورة عكفت على مدار 3 شهور في اجتماعات استمرت أكثر من 22 اجتماع. استضفنا فيها الحقيقة 7 من السادة الوزراء المعنيين بالأمر. استضفنا فيها المجلس القومي للسكان. استضفنا فيها الحقيقة فضيلة وزير الأوقاف، فضيلة مفتي الديار. الحقيقة قداسة يعني موفد أو رسول عن قداسة البابا. نعم. وموفد أيضا عن الأزهر الشريف. والحقيقة كانت لقاءات غاية في الأهمية، استمعنا فيها إلى آراء السادة الأعضاء، استمعنا فيها إلى العديد من الجهات المعنية في هذا الأمر لا سيما في المجلس القومي للسكان. ودرسنا الحقيقة الموضوع بدراسة متأنية من أكثر من 35 دراسة قدمت على مدار من 1950 حتى الآن. كل الدراسات اللي حضرتك ممكن تتخيليها كتبت في هذا الموضوع. درسناها بعناية شديدة جدا جدا جدا، وقرأناها قراءة مستفيضة. وخلصنا إلى مجموعة أشياء مهمة أو فيلرز، كما أننا أيضا درسنا كل التجارب السابقة لحوالي 6 دول على مستوى العالم اللي استطاعت انها تحقق انخفاض حقيقي في معدل النمو السكاني. والحقيقه ربطنا ده كله بالخطه الزمنيه والخطه المقترحه من الدوله في التنميه المستدامه 2030. ورؤيه مصر الى السيطره على الزياده السكانيه، وربطناها بحاجه مهمه جدا اسمها تنميه الاسر. تمام. اللي يمكن تفضل سيادة الرئيس امبارح مشكورا وعمل هذا الاجتماع الهام جدا والمؤتمر الهام جدا جدا جدا، واللي اشار فيه الى محددات اصبحت مفصليه في حياه مصر، وهذه المشكله السكانيه كما عرفها المسؤولين هي الاخطر بعد الارهاب. نعم. يعني اخطر. طيب. مشكله تهدد الوطن الدوله المصريه. هل بعد الارهاب؟ هل بعد الدراسة دي كلها اللي حضرتك أشرت إليها دكتور محي حافظ، هل توصلتوا لي مبدئيا على الأقل كيفية العلاج؟ أطمن سيادتك ممكن تقولها لي في نقاط. بس أنا مش هقدر أديكي تفاصيل عشان إحنا سنرد على الجلسة العامة. لا أنا مش عايزة التفاصيل، بس تمام. عايزة إحنا هنعرض أصل على الجلسة العامة قريبا جدا إن شاء الله الحل الجذري لهذا الموضوع اللي حينهي تماما ان شاء الله رب العالمين هذه المشكله في مصر. هنا شفنا وهديك ملامح الدراسه استاذ عزه. ملامح الدراسه بتقول العالم هنا منقسم لثلاث اقسام. هناك من اتخذوا اقصى اليمين يعني العقوبات الشديده على المواطنين بتوعها، وفرضوا عليهم عقوبات وفرضوا، وده منهجيه مع الاسف ضد الدستور المصري. لا نستطيع ابدا ان احنا نلجا اليها، فكره العقوبه. هناك دول استخدمت فكره السطوه الديني، السطوه الدينيه. يعني استخدمت الـ 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 الحكم الديني في الدوله، وهي دوله وحيده الحقيقه. وعملت نوع من انواع، انا اسف، غسيل المخ يعني الديني. مين للناس؟ مين دوله ايه؟ ايران. تمام. فندم. وعملت نوع من انواع يعني السطوه من الملالي او اللي هم المسؤولين عن الامور الدينيه، تعرف الدوله مسيطره عليها بالملالي.
وفي هناك دولة محترمة مثلا زي اليابان خدت فكرة الحوافز التحفيز، فكرة تنمية الأسرة، فكرة تعالي نعملها إيجابيا وليس سلبيا. إحنا الحقيقة خدنا بقى ميكس ما بين التشريعات التي يجب أن تغلظ ولكن ليست عقوبات ولكنها تشريعات، يعني الزواج المبكر، يعني عملت الأطفال، يعني إثبات المواليد، حاجات اللي هي تتعلق بالقوانين القائمة فعليا. بس إحنا هنغلص شوية علشان ندقق في المواليد وأحكامها. جينا على الرأي الديني وكان بالنسبة لنا رأي مهم جدا، فاسترشدنا برأي المؤسسة الإسلامية والمؤسسة المسيحية. لينا تطابق يا أستاذ عزة، حاجة روعة، تطابق هائل في رأي الدين في هذه الفلسفة، وكانت أحكاما قاطعة بتقول لا هذا أمر جائز، مسألة التنظيم أو حتى التحديد هذا أمر، واتكتب فيها رأي فقهي لما حضرتك تطلع عليه. المشكلة في همزة الوصل، المشكلة في همزة الوصل أكيد. الإشكالية فين بقى؟ إن إحنا أكمل لحضرتك الفكرة تاني فين بمنتهى البساطة، إنه إحنا طبعا قلنا إيه، طب لازم الجناح الثالث يشتغل وهو التحفيز. فقلنا هنشتغل على محور تنمية الأسرة. الحقيقة أنا مع الوزيرة الدكتورة هالة سعيد، الحقيقة أدتنا نماذج من الدولة المصرية هتتبعها في تحفيز المرأة وتشجيعها وتعلمها وتثقفها، وكذلك الرجل والمرأة. طيب، لأن العملية دي مشتركة بين الرجل والمرأة. أنا هستأذن حضرتك دكتور محيي، الموضوع محتاج أن حضرتك تبقى معنا في الاستوديو إن شاء الله. فأستأذن حضرتك كده، مهم جدا نتناقش في تفاصيله إن شاء الله. نشوف اللي ممكن يجيب نتائج أو لا. يسعدنا. بشكرك فندم، بشكرك. أنا مازلت بقول إنه أو خليني أسأل دكتور عبد الله النجار بشكل مباشر. دكتور عبد الله مساء الخير فندم. أهلا بك يا أستاذ عزة، وأهلا بالمشاهدين الكرام في كل مكان. دكتور عبد الله معلش هحتاج من حضرتك إجابات محددة لضيق الوقت. نعم. هل حضرتك شايف إنه الأزهر الشريف قدر يوصل خطابه للمواطن المصري بكارثة القضية والزيادة السكانية؟ لو حضرتك قلت لي آه هقول لحضرتك قل لي، شوف أنا واصلة معاك لمرحلة إيه، قل لي النتائج بتقول لأ. تفضل. لا أنا بقول لك آه، لأن الأزهر أولا ابتدى يعطي النتائج. قل لي بناء على إنه نعم الأزهر نجح. نعم نعم الأزهر نجح. قل لي النتائج. لا الأزهر الآن بدأ ينهج منهج الاهتمام بهذه القضية كمقرر من مقررات الدراسة الدينية. مش واصل. وإحنا عندنا الآن كتاب التربية السكانية والذي يعنى بهذه القضية تحديدا أصبح من مقررات الجامعة في كل الكليات. بل النهاردة أنا لسه جاي دلوقتي من الأقصر، كان عندنا مؤتمر في صندوق الأمم المتحدة للسكان، كنت ممثلة للأزهر بأرفع صوت الأزهر إلى هذه المنظمة الدولية ونقول نحن مع القضية السكانية ومع أن يكون النسل أو المتفق مع التنمية الاقتصادية في البلاد الإسلامية، وأن إطلاق العواهل للناس باسم الدين هذا ظلم للدين. لسه أنا عارفة الكلام ده بالأمس بيعلن في الأقصر وما زال المؤتمر منعقد حتى الآن. دكتور عبد الله كذلك أيضا الأزهر فيه بالنسبة للمركز فيه المركز الإسلامي الدولي للبحوث والسكانات والدراسات السكانية، وهذا المركز الآن مع وعاظ الأزهر ومع مجمع البحوث الإسلامية له وفود بتأتلف من أكثر من مئات الباحثين والواعظين في محافظات الصعيد. يا دكتور عبد الله هو حضرتك مش سامعني. حضرتك مش سامعني دكتور عبد الله. ايه النتائج اللي حققوها الوعظات؟ ايه النتائج اللي حققوها الاجتماعات والمؤتمرات وطرق الابواب؟ انا ليا في النتائج. هل في نتائج؟ انا محتاجه اجابات بشكل محدد. تفضل. استاذ عزه خلي بالك هذه الجهود بتصب في أمر بيمس
ليس من السهل انك انت امر يمس الغريزه ويمس المشاعر الابوه ويمس كذا ان انت تقضي عليه او تنبهي الى اهميته في يوم وليله. حضرتك تقضي ليه وليه حضرتك تقضي على الغريزه والابوه؟ لا يعني انا عايز اقول ايه، ان الناس طبعا مساله الرغبه في الانجاب ده امر فطري في الناس، فانت بتقومي انت بتقولي لي تقييم الجهود، الجهود التي تبذل بتصحح للناس قضيه المفهوم بتاعها بيرتبط بالغريزه، فانت بتقومي السلوك وبتقومي الغرائز اللي بتنظر الى انجاب الاولاد على انه يعني حاجه عاديه وانه نوع من التكاثر البشري ونوع من الاستخلاف وغير ذلك. يعني خطاب حضرتك إلى مجهود، نعم خطاب حضرتك بيخاطب الغريزة وبيخاطب الأبو. نعم يعني أنت وده محتاج وقت. بقول لحضرتك أنت عندنا أعراف ترسخت في أذهان الناس وخاصة في البيئات محدودة الثقافة، إن البنت لما بتتجوز اول ما بيسالوها ايه الحال ويتهكمون موضوع الانجاب. يعني انت بشيء رسخ في الثقافه وفي الوجدان وفي الغريزه، فيحتاج الامر الى مصابره والى جهد، وانا اؤكد ان الجهود التي تبذل من اجل مقاومه هذا الامر جهود بالنسبه لطبيعه الموضوع اعتقد انها مناسبه وملائمه. المهم ان هناك اقتناعا في المؤسسات الدينية بخطورة هذه القضية، تمام، وأن الاتجاه لمقاومتها وتصويب المسار فيها بدأ يتخذ منهج عملي صحيح. نعم. وأنا شخصيا مشارك في هذا الأمر، أنا لي كتاب تمام. القضية السكانية نشرته وزارة الأوقاف ونشرته الهيئة المصرية العامة للنشر. نعم. والترجمة. تمام. نشرت منه حوالي 40,000 نسخة، وهو يعالج هذه القضية، يقول إن الإفراط في النسل، واحد يجيب 4 وهو لا يقدر على تربيتهم، أو يجيب طفل وهو عارف أنه لن ينجب أنه لن يستطيع الإنفاق عليه، هذا أمر لا يرضي الله ويخالف مبادئ الدين. تمام. شكرك دكتور عبد الله. شكرك فندم، شكرا جزيلا دكتور عبد الله النجار. خليني أرحب بالقموس موسى إبراهيم متحدث باسم الكنيسة. مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا استاذ عز. اهلا بحضرتك يا فندم. وانا بتكلم يمكن بصراحه شويه يمكن تضايق ضيوفي، لكن الحقيقه احنا حان الوقت ان احنا يبقى فيه دراسه للوضع القائم، لازم يبقى فيه حوار للوضع القائم وحوار صريح دون مواربه. حضرتك شايف يا فندم انه الخطاب الديني المسيحي زي ما سألت كده دكتور عبدالله النجار جاب نتائج فيما يتعلق بأن المواطن يعرف كارثة الزيادة السكانية؟ أولا أنا طبعا أقدر تماما يعني وضوح حضرتك في التعامل مع القضية، لأن هي بالفعل قضية بتمثل الخطورة الأكبر حاليا على كل مقدرات الدولة. نعم. وبالنسبة لسؤال حضرتك، بكل تأكيد الخطاب الديني المسيحي بيعمل منذ فترة طويلة مش من النهاردة على التوعية في كل المجالات. احنا ككنيسة ملتحدين مع أبناء الكنيسة في كل ظروفهم، فإحنا قادرين نلمس الأزمات الأسرية المتنوعة اللي بيكون سببها الرئيسي العدد الكبير للأسرة. وأيضا بنرصد بعض السلوكيات اللي بتحتاج إعادة ضبط بسبب هذه القضية. خليني أكلمك بشكل محدد في خطوات عملية أو نقاط بالفعل هي موجودة على أرض الواقع. ويمكن طرحها امبارح في إطلاق المبادرة ممثل الكنيسة نيافة الأنبا يوليوس الأسقف العام للخدمات العامة والاجتماعية. نعم يا فندم.
أولا احنا أطلقنا في أبريل 2021 بحضور قداسة البابا وبعض الجهات الحكومية وثيقة تنظيم الأسرة. نعم. ودي كانت بداية من البدايات المختلفة للتوعية بتنظيم الأسرة، والأهم ان احنا حددنا موقفنا بشكل رسمي ككنيسة قبطية بخصوص هذه القضية. الحاجة التانية وأشار إليها أيضا نيافة الأنبا يوليوس امبارح، أنه في المقبلين على الزواج لا يسمح لهم بالزواج في الكنيسة إلا بعد الحصول على كورس توعوي فيما يخص القضايا المختلفة اللي تخص الزواج، من بينها كما ذكر نيافة الأنبا يوليوس باب مخصوص للتوعية بتنظيم الأسرة عشان يبقوا داخلين من البداية وهم عارفين خطورة عدم الاهتمام بتنظيم الأسرة. اسمح لي حضرتك أسألك، فضل. الشباب مقتنع بالكلام ده؟ الجمهور مقتنع بالكلام ده؟ هقول لحضرتك، هو المشكلة الأكبر زي ما حضرتك تعرفي في القرى، واللي بيفرض سطوته في القرية الأعراف والعادات اللي موجودة. أيوة. وعملية تغييرها لازم يجي بشكل تدريجي. طب التغيير يحصل ازاي؟ بجهود متنوعة ومستمرة. وانا يعني لسه اقول لحضرتك، الكنيسة بتستهدف في كل سنة 56 مجتمع ريفي علشان تشتغل عليهم بشكل مكثف للتوعية بخصوص تنظيم الأسرة. وهل في متابعة يا فندم؟ بمعنى يعني ما هو احنا لو ما اتكلمناش بصراحة الناس مش هنحقق نتائج. هل الناس بتقعد تسمع الخطاب او بتقعد تسمع الدرس ده وخلاص بتقوم ويبقى قضيت واجب تقضيت واجب؟ هل الناس بتبقى لازم ندرس الحاجات دي؟ هل الناس مقتنعة؟ هل احنا لغة الحوار بتاعتنا بتمسيهم فعلا، ولا في لغة طردة مش جاذبة للتنفيذ؟ طيب يعني أنا بتكلم بشكل عام بالتحديد. أنا استهدفنا 56 مجتمع في كل سنة. احنا مش بنشتغل بطريقة انه في متكلم وفي متلقي ثم ينتهي الأمر، لا. احنا بنستخدم اكثر من وسيلة. اولا بنحرص على وجود متخصصين في المجال الطبي والنفسي والاجتماعي عشان يخاطبوا الناس من كافة زوايا القضية. النقطة الثانية، هناك دراما بيتم انتاجها، والكلام ده كله ذكره نيافة الأهل يلبس امبارح. الدراما بتتعامل بشكل مبسط جدا جدا عشان تخاطب المجتمعات البسيطة عشان تقدر تشتغل. نقطة أخرى، أنه التوعية بتشتغل في منطقة أنه الأسرة ذات العدد الكبير اللي مش بيقدر عائل الأسرة أنه ينفق عليها، بنشتغل على هذه الأسرة إزاي كل أفراد الأسرة يقدروا يبقوا منتجين. لكن في المقابل بنوعي أنه السبب الرئيسي للمعاناة هي كثرة عدد أفراد الأسرة. فأنا أقصد أقول أنه الشغل اللي بتعمله الكنيسة بيتبنى عدة زوايا، مش مجرد حوار أو آسف كلام مرسل كده لمتلقين بيسمعوه. ازاي حضرتك بتعرفوا انه اتى بالنتائج اللي بسببها بذلتوا هذا المجهود؟ هقول لحضرتك، هو العمل الرعوي في الكنيسة يعني اقصد الاباء الكهنة في الكنائس والخدام في حالة اتصال دايم بالناس. فالرسالة متبادلة رايحة جاية مننا لولادنا ومن ولادنا لينا
في كل تفاصيل حياتهم. عشان كده وبالتالي بتعرفوا بتقدروا تعرفوا انه الخطاب او الكلام ده جاب بالفعل نتيجة. ما هو ده اللي بقوله لحضرتك، احنا متواصلين دايما ومعيشين الواقع بتاع الاسر، وبالتالي قادرين نكمل الرسالة والتوجيه والتوعية في هذا الاطار. فكرة انه الخطيبين قبل الارتباط الزواجي يتم توعيتهم، وفكرة ان احنا نشتغل كمان على الكبار، انا ما قلتش لحضرتك انه برضه في الجهود اللي بتعملها الكنيسة لتعليم الكبار اللي هم دول هيبقوا الاباء والامهات اللي بيضغطوا على اولادهم عشان كثرة الانجاب بعد ما يتجوز. كده واضح انه في عوامل وعناصر مشتركة كتير ما بين الخطاب الديني المسيحي والخطاب الديني المسلم في هذه القضية اللي هي تهمنا كلنا، ودي تعتبر قضيتنا كلنا. يا رب أتمنى أنها تجيب نتائج ونحقق فيها نتائج سريعة. بشكرك فندم، شكرا جزيلا. قميص موسى إبراهيم متحدث الكنيسة باسم الكنيسة المصرية، بشكرك. وما زال الملف مفتوح، ما زال الحوار مستمر. لو الناس في المجتمع مش واخده الموضوع بشكل جد، هنبقى محتاجين نغير خطاب، هنبقى محتاجين نغير أداء، هنبقى محتاجين ندور على وسائل أخرى نقدر نوصل بيها للمجتمع، علشان في النهاية لما زي ما بقول لحضراتكم كل واحد هيشتغل في مجاله هنقدر نحقق بالفعل نتائج في هذا الملف. قضية المشكلة السكانية قضيتنا كلنا. بشكركم، أشوفكم بكرة على خير، مع تحياتي عز مصطفى، وإلى اللقاء.